شوفي انا زمان كان ماما وبابا مهتمين قوي بفكره ان انا لما اظهر اهو لا هو كانوا مهتمين دايما ان انا بظهر في حاجات يعني حلوه كده وبرامج وندوات ثقافيه وحاجات كده. فده كان برنامج مهم جدا على القناه الاولى المصريه كان اسمه حق الجماهير. وكانت الحلقه دي هم طالبين فيها مواهب صغننين لسه بيبتدوا يعرضوا مواهبهم وكده. فرحت وكانت الحلقه للاستاذ طبعا القيصر الفنان الكبير كاظم الساهر. طلعت غنيت قدامه الاغنيه دي وكان فرحان بيا جدا، حتى هو في اخر الحلقه قال قدام بعد شويه لو ما لقيت حد يدعمها ويقف معاها وبتاع هتبقى من اهم مطربين الوطن العربي.